أهلا بكم. إذا كنتم من هواة الرسم ومرتادي المعارض الفنية، فربما سمعتم من قبل عن ما يعرف بالرسومات ثلاثية الأبعاد، والتي يقوم برسمها فنانو الشوارع على الطرق، تلك الرسوم الإبداعية التي تنقل المرة من عالم الحياة الواقعية الرتيب إلى عالم الخيال في لحظات. فكثيرا ما ينخدع الناس بتلك الرسوم التي تبدو واقعية لدرجة لا تصدق. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم خمسة من أغرب الأعمال الفنية ورسومات الوهم البصري في العالم، ابقوا معنا. جيش الطين الصيني. جيش الطين الصيني هو عمل فني على شكل صورة ثلاثية الأبعاد، وهو يمثل جيشا من التماثيل الطينية التي تم العثور عليها في مقبرة إمبراطور الصين الأول كين شين، حيث أمر الإمبراطور في عام 246 قبل الميلاد وأن يتم صنع تماثيل طينية لجنود جيشه لحمايته في العالم الآخر. وقد تم رسم ذلك العمل الفني المذهل بيد الفنان الهولندي لين كرويف بالتعاون مع فنانين متطوعين من جمعية بلانت ستريت فرويتيغ. وقد قام الفريق برسم صورة ضخمة للجيش الصيني على الإسفلت في مهرجان الرسم على الإسفلت في فلوريدا. وجدير بالذكر أن النظر للرسمة من زاوية عشوائية يجعلك ترى الرسم وكأنه غير متكافئ أو غير منتظم، ولكن بالنظر من الزاوية الصحيحة يمكنك رؤية أشكال ضخمة للجنود في تناسق مذهل. وقد استغرق العمل على تلك الرسمة أقل من أسبوع. هاوية الجليد. هاوية الجليد هي رسمة ثلاثية الأبعاد قام برسمها الفنان المبدع إدغار ميلر المشهور برسوماته ثلاثية الأبعاد في شوارع باريس وبرلين، وكان ذلك في عام 2008. وتبدو هاوية الجليد الخداعة تلك وكأنها حقيقية تماما، لدرجة تجعلك تعتقد أنك سوف تسقط فيها بالفعل. وقد تم رسم ذلك العمل الفني المدهش على مساحة 250 متر مربع، واستغرق العمل على تلك الرسمة 5 أيام لإتمامها. ماريو. من المؤكد أن الجميع يعرف اللعبة الشهيرة سوبر ماريو، وفي عام 2012 قام الفنان الشهير كريس كارلسون برسم الشخصية المشهورة ماريو على الإسفلت باستخدام الطباشير الملون. وقد أولى ذلك الفنان الموهوب اهتمامه بالرسومات ثلاثية الأبعاد للشخصيات المختلفة من ألعاب الكمبيوتر والشخصيات الكرتونية على الأسطح والجدران، كما قام برسم الشخصية الكرتونية روبوت بندر من فيلم فيوتشر الكرتوني الشهير. أكبر رسم ثلاثي الأبعاد في العالم. تمكن أحد الفنانين من رسم لوحة على الإسفلت أطلق عليها 3D IMAX، والتي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة رسمت على الإسفلت في العالم، وكان ذلك في 17 من نوفمبر من عام 2011. وقد اشترك في هذا العمل الرائع عدد من الفنانين وبمساعدة شركة عالمية شهيرة. وقد تم الرسم على الإسفلت في أحد شوارع لندن الواقعة في وسط المدينة تماما بعرض 20 مترا وطول 105 أمتار على مساحة 1160 متر. وقد اضطر الفنانون لإغلاق الشارع أمام المارة للحفاظ على العمل حتى الانتهاء منه. ونال فريق العمل جائزة أكثر الأعمال إذهالا لرسوماتهم المذهلة المرسومة بتقنية الإنوغرافيك. الشجرة الطائرة. مارتيس فوركوتس هو فنان متخصص في الرسم على الجدران والأسطح، وله عدة أعمال مذهلة للرسم ثلاثي الأبعاد، حيث يمكنه تحويل أي شيء للوحة فنية. ومن أشهر أعماله ذلك العمل الفني الغريب الذي من خلاله تمكن من تحويل جزء من جذع الشجرة إلى لوحة فنية ثلاثية الأبعاد، حيث يبدو الجزء المرسوم كما لو كان جزءا من الشارع. قام مارتيس بلف جذع الشجرة بالورق ثم قام برسم الخلفية والتي تمثل الشارع خلف الشجرة على الورق بطريقة الرسم ثلاثي الأبعاد، فظهر ذلك الجزء كما لو كان جذع الشجرة قد اختفى وتبدو الشجرة وكأنها معلقة في الهواء. وقد حاول مارتيس تحقيق أكبر قدر من التطابق، وساعد الورق على عدم ضياع معالم اللوحة في حال نمو الشجرة. وعلى الرغم من أنه يمكن اكتشاف الخدعة عن قرب، إلا أنه وبالنظر إلى الشجرة من مسافة بعيدة لا يمكنك التفريق بين الشارع خلف الشجرة وبين ذلك الجزء المرسوم على الجذع. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.